طيب هلا شباب بدنا نبدا عن ناخذ شو اللي هي علاقه السب تايب. انت بتعرفوها بالجافا مرات في ناس بيقولوا لها سب كلاس اوف. بدنا ندرسها ونشوف فلسفتها ومعناها. تفكروا حالكم تعرفوها ها؟ تفكروا حالكم تعرفوها. هلا بدنا نشوف اذا بتعرفوها انتم او ما بتعرفوها. هلا كنا مثلا عندنا ميل وفي ميل مالهم لهم تايب سوبر تايب اسمه بيرس. عملنا عمليه يعني جنراليزيشن او عملنا عمليه سبيشاليزيشن. لما نجي من فوق نعمل عمليه سبيشاليزيشن هايرك ماشي. بتعرفوا انه هاي انهيريتس اول بروبرتيز صح؟ مش في انهيريتانس؟ ها؟ مش في انهيريتانس للبروبرتيز؟ هذا تبو الجاب. هاتوا نشوف بس نقول هاي مثلا عندنا مجموعه من الناس. لاحظوا هاي من انسوا هاي انها موجوده. عندنا مجموعه من الناس هاي في شايفينهم هاي 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 مجموعة شو اسمها؟ بيرسون. هلا انا شو قلت لهم؟ قلت كل واحد من استراليا توقف وين؟ على جنب. كنا نكينا هاي الولد والزلمه هذا والمراه، هذول الناس من استراليا حطيناهم على جنب. ها؟ اسد. ما هي هاي معناها اسد. كل كلاس او كل بيرسون سوري كل اوبجكت تايب بنسميه بالار ام هو عباره عن سيت. Set of instances. إذا كانت هاي set of instances هلا داخلها دخلنا وعملنا another set of instances بتصير هاي ساي subset منها. فبالتالي بهاي الحالة شو بنسميها؟ subtype relation. ماشي؟ هلا بهاي subtype relation. هلا ممكن انا اكون عندي اكثر من سب تايب ريليشن مزبوط. هاي مثلا قلنا هاي الفيميل هذول الاستراليين وهذول. هلا بقدر اقول لا كل فيميل هون استرالي سوري يعني كل استراليا فيميل بنحطهم لحال. هلا استراليان فيميل هلا بزبط نعمل مطب الانيميلز اقول شو انا اعمل هاي ابوها اثنين تقاطعهم يعني لازم تكون استراليان وفيميل يعني تقاطعهم مرات تقاطع فايب او بقدر احطها ما ايش دايركت. طيب اذا حطيتها دايركتلي وحطيتها هون وهون فيش لها داعي. ليش؟ دايركت اذا اندايركت لانه هاي اندايركتلي موجوده يعني هاي ما بتلزم هاي ما بتلزم لان هاي امبلايد منين؟ من هون ومن هون او حتى او من وحده منهم على فكره. يعني هاي افترض انها مش موجوده وعملنا هيك وهيك وبعدين ردينا حطينا هاي فيش لها داعي. هذا ف يعني وكانك تقول لنا بيرسون هاي الاستراليان والفيميل وهاي الفيميل الاستراليان. عشان تفهموا شو معنات الانهيرتنس للبروبرتيز. هلا هاي طلعوا ركزوا معي مليح. هلا كل واحد شايفينه هون انتو احنا حطيناه في داخل كلاس اسمه بيرسون. هي على فكره مش هيك بصير. احنا مش بنجيب الناس ونحط عليه حواليهم دوارية نعم. احنا شو بنقول؟ كل بيرسون يجي هون كل بيرسون يجي هون هي كن تسألني الكاميرا تقول لي أنا بيرسون؟ تقول لها لا. تقول لي ليش؟ شو بقول لها؟ ما إلك لا راس ولا إيدين ولا جرين ولا ولا ولا. هلا إذا معناته كلمة بيرسون بتعبر عن مجموعة من الصفات اللي بتخلي الناس يصيروا أعضاء فيها. مزبوط؟ مجموعة من الصفات هاي مجموعة من الصفات بتكون للناس. يعني كل اعطوني كل الكتب اعطيني كل الكتب فاهم شو قولوا له ها مش كتاب طبقش عليه الصفات. اذا ركزوا كل عضو في هاي المجموعة لازم ينطبق عليه ايش صفات لهاي المجموعة. هاي المرة تبقى امبلست هاي انتوا في البرمجة تبقى امبلست تكون هيك تبقوا تحكوا بس تبقوا عارفينها. هلا شو اللي بدنا نسويه؟ لما نعمل سب سيت
مدام كل عضو موجود هون كمان موجود هون، معناته اللي هون مالهم إلهم بحملوا الصفات اللي احنا حددناها لبيرس. هلا اذا بيحملوا هاي الصفات فيش داعي نكتبها بالبرمجة هيك، بنقول فيش داعي اذا هاي مرتبطة مثلا بالقرآن مع اشي او الها 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 بروبرتيز او اتريبيوتس او whatever، ما نرد نكررها كمان مرة لهاي الست، مظبوط؟ فخلص سب ست معناته، شفتوا كيف الانهيرتنس اجا؟ انه اصلا هي داخل المجموعة. هلا شو اللي سويته انا؟ انه قلت هو مش كل المجموعة هي فيميل او سوري مش كل المجموعة استراليانز. هون بكيت احكي على صفات البيرسون. هلا بعض من هذول الناس له صفات انه استراليان سيتيزن. هلا بعدين قلت شو معنى استراليان هون؟ معناته في مجموعة من الصفات بذهننا. هلا هاي الصفات متخصصة، يعني قلت انا كل الاشخاص اللي هون يلحقوني كلكم تيجوا، كلكم ذكر وانثى، بس لو قلت كل السبايا اللي هون يجوا معناته في ناس معينين من هذولاك الناس سبسيت سبتايب هم اللي بس ايش يجوا. فالانهيرتنس ليش بنكرر ايش؟ مفهوم 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 منيح. طيب هلا في اشي في الاو ار ان دكتور تكلم ولا معلش حكينا السب تايب في هيك نزول وفي طلوع لا هلا هاي بالاو ار ان السهم كل السهم وين ذنبة السهم هاي راس السهم هاي بيعني الكبير السوبر هيك الارم. طيب هلا اللي انا بدي اقول هل تخيلوا اقول انه كل هيومن بينج في هاي الغرفة يلحقني بعدين نجي نقول كل شخص في هاي الغرفة يلحقني، يعني كل كائن كل كائن بشري في هاي الغرفة يلحقني او اجى كل شخص يلحقني شو هو نفسه لا كل شخص سب تايب من هيومن بينج لا هاي مش بالضبط بس لينغويستيك خليك معي. هلا شو اللي بصير في الجافا في الاي ار في كل انواع في الاول اللي حتاخذوها بعدين في كله قد او ليس هناك ما يمنع انه صفات المجموعه هاي هي صفات المجموعه هاي، وبالتالي اذا كان في علاقه سب تايب هون وعلاقه سب تايب هون مش غلط، يعني هاي سب تايب من هاي وهاي سب تايب من هاي. من ناحيه منطق في عالم الاي يو ام ال في عالم الجافا في عالم الاي ار في عالم معظم اللغات في الرياضيات بصير اي سب تايب من بي وبي سب تايب من اي. هلا هذا شو معناته يا منى لما هاي الحاله انهم ايكو. هلا كلهم بيسمحوا الا الاو ار ام نعم الا ايش الاو ار ام. شو بتقول الاو ار ام؟ بتقول اذا في سب تايب من هون لهون معناته دائما السوبر تايب اكبر من السب تايب، بيحتوي عنصر ولو واحد اكثر من بقول لك، والا اللي بتعمله انت ومش لوجيكلي غلط، موديلينج غلط من ناحيه موديلينج غلط. واورا على فكره عندها حق، لانه اذا انت سمحنا لك انك تعمل هاي سب تايب من هاي وهاي سب تايب من هاي مش شرط دايركتلي، ممكن هاي سب تايب من هاي سوري هاي من هاي وهاي من هاي وهاي من هاي وهاي من هاي بصير دويري، يعني مش دايركتلي سوبر تايب من هاي. هلا هذا الكلام ممنوع لانه معناته بصير ايكوال بين صح؟ وين ممنوع؟ من حيث منطق الحياه اذا بدكم في الرياليتي، في اللوجيك لا مش مشكله، الماثماتكس واللوجيك واليوم ال مش مشكلة، بس او ار ام بتمنع هذا الشيء. فاذا دائما سوبر تايب اكبر ولو في واحد. هلا السوبر تايب نعم سوبر تايب لا سوبر تايب اكبر ولو لا السب هو جزء من السوبر السب جزء من السوبر انا احكي لك كيف
الاكزام اللي عندك مثلا هاي البيرسون صح؟ مثلا بعدين جبت استراليان صح؟ هلا البيرسون في صفات، هلا اللي تحت فيها نفس الصفات اللي فوق بالاضافه لصفات اضافيه اللي هي استراليان. لا انا بحكيش الصفات، مش صفات، ليش انت بعت؟ انا بحكي على على فكره كلامك صح. كلامك صح انه هاي كز منى شو تقول؟ انه صفات الاستراليا هو صفات الشخص زائد صفات اخرى مور ريستريكتد، هاي مور كونستريت معناته ليس انستنسز صح؟ اذا مور كونستريت ليس انستنسز اللي احنا بنحكي فيه على الانستنسز. مليح اللي اخذتيها حتى تبين ان انه عدد الانستنسز اللي بصح لهم يدخلوا داخل هاي الدائره دائما اكبر ولو بواحد من عدد الانستنسز اللي بدخلوا بهاي داخل هاي الدائره. شفتي كيف؟ هلا هاي اللي بنسميها بروبر سب تايب بالمناسبه، هسه بنشوف هاي بنسميها بروبر سب تايب. مش عارف انا عندي انا سلايد في الاخر. هاي بنسميها بروبر سب تايب. حكينا في المرحله الماضيه حكينا بروبر سب تايب. بروبر سب تايب. كلمات ما تكررها. هلا في نوعين من الكونسترينتس في بدنا نتعلمهم هلا. نوعين من الكونسترينتس. شو هم؟ شيء بنسميه اكسكلوسيف عشان فيهم نحطه بين هاي وهاي مش بين هاي وهاي مباشرة. هذا شو معناته؟ إذا مين موجود؟ إذا موجود شيء مين مش موجود شيء؟ إنه الانترسكشن تبعهم أنا بعطيني مثال أنس طالب بكون طالب جامعة إذا بطالب ماستر أو باتشلر مش تزبطش الثاني مع بعض موافقين على المثال؟ مزبوط؟ بزبطش أنا أكون طالب ماجستير وبنفس الوقت بدرس حقوق أنت بتدرس بكالوريوس حقوق؟ أنا بزبط مش بتصير مفتوحة بزبط بدرس ماجستير هناك أنت مثالك مش مقبول وليد؟ الشخص بيعمل يا مقبول؟ طبعا ليش تقاطع؟ هاي مزبوط. هلا هلا هي شو بتقول؟ لاحظوا هاي انه ربطوها في الاكسكلوسيف اللي اخذتوها بالرود زيها وهاي نربطها في شو؟ للمانديتوري مش هي بالضبط. هاي شو معناها؟ انه فيش يعني انا صح عندي سوبر تايب بس انه ما فيش هاي معناها هيك انه ايه سوبر تايب هذا هو عمليا فقط اتحاد بي وسي. بمعنى اخر ما فيش ايه الا لازم يكون يا يا في يا سي. عبير هذا بنفع طالب جامعه بكون يا مسجل بكالوريوس يا ماستر. يعني طالب جامعه كان طالب شو يسوي يا ماستر يا بكالوريوس يا هاي يا هاي او الثنتين. هلا سؤالي انا هل هاي تمنع انها تكون موجوده بالثنتين؟ لا المفروض لا. كيف يا ديما شو قصدنا؟ محتمل يكون بي ومحتمل يكون سي بنفس الوقت. بس ما فيش ايه لا بي ولا سي. طيب طالب جامعه يعني طالب جامعه يا بيكون بكالوريوس يا ماجستير يا الاثنين مع بعض. مثال ثاني يا ماهر أنا كنت بدي أجيب المثال موظف أو طالب أو الجهتين مع بعض مثل يكون مثلا موظف يدير زيت شو ممكن يكون سوبر تايب؟ السوبر تايب بده يكون له كل شخص يدير زيت يا طالب يا موظف أنت يا وليد جيب معك حكينا عن المنبر بالفريق يا لاعب يا مدرب ممكن يكون اثنين برضه ليه بس نفس مثالك هذا ميل وفي ميل كل شخص مش ممكن تكون لا مزبوط بس ليس هناك ما يمنع يعني قد يكون هلا هاي شو معناها؟ هاي يمنع هاي هيك معناها هناك ما يمنع هاي معناها هيك اقول لكم اياها بطريقه اخرى انه كل ايه لازم يكون يا بي سي واذا كان بي بيقدرش يكون سي لاحظوا الفرق بس يعني هاي مجموعه اثنين
هاي ميل وفيميل وهاي ميل وفيميل بتصير every person must be a male or a female or both بالمناسبة هون وهاي نفس الشيء. طيب لاحظوا انه هاي كيف انتوا عملتوا موديل لتبعتكم بدون subtypes صح؟ بدون subtypes. هلا في ممكن انكم تعملوها لاحظوا شيء هاي كنا البيشنت مريض انه هاز 6 وعن حطينا value constraint مذكرين هذا value constraint انه male وفيميل وقلنا انه patient has prostate status عنده يعني شو البروستاتا وبنفس الوقت بالبيشنت هذا has patient name وبيشنت وفون نمبر وماله وكديش عنده كديش ولدان مرة يعني شايفين هاي هاي شو بتقول في عنا مريض إلو الجنس تبعه منخزن الجنس تبعه منخزن شو عنده مشكلة حالة البروستاتا عنده عنده اسمه وتلفونه وعنده كديش ولدان مرة هاي لما نجي نخزن إذا كان ميل إذا كان ميل إلو هاي الحالة بس هاي يقدرها ايش في ميل وبالتالي خلينا اضطرينا نخليه شو اوبشن ما قدرش نعملها الا اوبشن لانه اذا كنا بدنا نخزن عن في ميل تزبطش هون واذا كنا نخزن عن ميل تزبطش هنا هلا كيف ممكن نسويها حط بينهم الاكسكلوجن شريها كيف ممكن نسويها نعمل بالضبط نعمل منقول هاي مشترك البيشنت إلو نيم وإلو فون نمبر وإلو جندر هلا الميل إلو بروستات ستيتس والومن إلها نمبر اوف بريجنانسيز شفت كيف؟ يعني بدون سبتايز بقدرش حل المشكلة لو حطينا بينهم اكسكلوجن إنه إذا كانت تايب بصير ممنوع تكون تقدر طب ليه؟ كمان مرة؟ شريها ليش حطينا مادتوري نمبر اوف هون وليش غدا ايوه ليش مش تقدر تحطه وتحطيش افتراضي يعني انا مش مركز عليها بس اذا كان الابلكيشن بده اياك اجباري تخزني نمبر اوف بريجنسيز يا صفر يا مستشفى ولادي مستشفى ولادي أصلاً جاي إذا هاي لمستشفى ولادي لازم معناته لازم لا ما شخربش هاي مش شرط هاي حسب الحالة غيره مرام أنت في كيس الثري اللي أعطتني إياها وفي إنه في ميل وميل مستقبلات الكيس الثري الكيس الثالثي ميل وفي ميل ونحط بينهم بس طيب هيها طيب هلا وات از انهيريتد انه الومن والما لها ثلاثة دور وهي والما لها ثلاثة دور بمعنى اخر هيك نريد نقول عاده انه في عندنا كلاس او اوبجكت تايب بنعمل له سبيشاليزيشن بنجيبه ونحطه ونقول هذا بتميز بهذول بقدرش انا اجي هون اكرر هون صفات مشتركة لتنتين ما مزبوطش بتوقع انها واضحة ولا لا طيب اذا واضحة معناته نبلش من عين انس ونلف واتس رونج في هاي شو الغلط هاي بيرسون بيكون امبلوي موظف او student وهي بي اتش دي student بي اتش دي student بيقدر يكون student بيقدر يكون employee لا طبعا وفي هاي هون ما يسمكيش انا اسمع هاي انا اسمع ليش اكس او يعني لا شو الغلط انا بعرفش اكس او ليش exclusive student ممكن يكون student هاي عبير ده مرام لا لا انت درست معي اي او انت لا بعدني تعرف وليد
نعم فيش غلط؟ لأنك بجوز احكي بجوز النص الأول والنص الثاني بتعارض مع بعض. كيف؟ إنه أنت أول منعت إنه يكون يا student يا واحد فيهم، بعدين تحت بتقول إنه ممكن يكون من هون ممكن. شو قصدها يا ناس؟ اللي فوق بالضبط مش ماشي مع الـ يعني سبيشال. شو الكونتراديكشن يا منى؟ انه اول شيء يا هاي يا هاي ستودنت او امبلوي، بعدين انت بتجبره انه ياخذ الصفات من هون ومن هون، ما بصيرش. هاي اللي بنسميها دائما هاي امبتي، ولا يمكن يكون هاي انستاس. هيك بنقول از نوت ساتيسفايبل. هاي بنقول بنسميها بي اتش دي ستودنت از نوت ساتيسفايبل، يعني وي كانوت ساتيسفاي ذيس كونسترينت في هاي هون. قله ولا يمكن يكون هاي تقاطع الستودنت والامبلوي، والتقاطع تبعهم فايل كونتراديكشن. طيب وليد أناس شو موضوع اصلا؟ بالشروط لا سب. طيب شريان هذه انه سبتايب من نفسها غلط. شو ليش غلط؟ ما ينفعش نكون سوبر سب نفسها. ليس هناك ما يمنع. اه كده ما بيصيرش في الاو ار ام، ما بيصير بس في الاو ار. طيب هلا عمار فكر. وهي لما هي ما هي فكر فيها. أنا أفكر في مين؟ هاي كلها تفكر في مين؟ محمد سيما زي الأفكار أنت بعدين من كيف أكش مؤيد. آخر واحدة لمنى ولا ديما؟ منى ديما وأنس. يعني يعني هنا واضح انه يكون في زي تناقض، انه بي هي سب تايب من اي و اي سب تايب من سي، بينما سي تيجي سب تايب من بي المفروض انها سي. شو بصير؟ شو المشكله؟ بصير هاي مشكله في الاو ار ام، ما بصيرش انه السب تايب يكون زي هذا اللي عملته، انه بكون زي دوره هيك بكون، لانه هاي معناها انهم ايكوال، ثلاث ايكوال مثل بعض يعني، وهذا ممنوع بالاو ار ام. ممنوع بالاو ار ام. يعني سي سب تايب من بي وسي كمان سب تايب من اي. طيب وين المشكلة؟ طيب مش لمين هاي؟ يلا انه سي انهرت من اي ومن بي وهذا بصيرش. فيش يعني واحد له اثنين ابوي. ها؟ سي انهرت من اي ومن بي. ممنوع واحد يكون له اثنين ابوي؟ طبعا. كان ما في كيد؟ لا غير بصير. والله بصير هناك في سلفيتور. الجبل ما بصيرش. بصير هاي المشكلة، هاي العلاقة. هي نفسها. لا لا مش لأنه ممنوع أسرنا. الجافا منعت عشان نفس المشكلة اللي بدك تقول أنا. أنا هو بس بدي أجاوب هاي. سي وبي نسيت. سي وبي نسيت. هم نفسهم. لانه A ما هي بي يعني شريها يعني C جزء من B تنتين جزء من A خلاص واحدة من الأسهم هدول تبعون C دول نفس بعض. إذا C subset من A و C subset من B ما هي B أصلا subset من A. شو يعني؟ يعني واحدة من الأسهم أنا مش يعني لا مش واحدة من هدول. طيب نفس لا يعني C في واحدة لازم تروح بس مش اللي بين C و A اللي بين C و B بين C و B صحيح. لا اللي بين C و B C و A بين سي وبي. بين سي وبي. سي وبي لا تروح. بين سي وبي. سي وبي ولا سي وإيه؟ سي وإيه. إيش إيش إيش؟ سي وإيه. سي وبي. ما سي إيه. طب يلا. ليش سي وإيه؟ لأنه أنت بتقول إنه سي سب تايب من بي وبي سب تايب من إيه، معناته هي ضمنية. سي وإيه. صارت سي سب تايب. ليش هذيك ليش بين سب بي وسي؟ ولا اقتنعت؟ لأنه ما بصير نفس الإشي. B و C؟ آه هاي بتخليهم اثنين دي نفس الاشي؟ آه إذا كان مع لا لا زلع لا مش أنا بجيب لك مثال إنه لا طلع هاي هاي هاي
هاي فيها A و B و C و D. هاي فيها A و B و C. وهاي فيها A و B. مفيش رداء حكينا، هذه انت حكيت انك شوي 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 خليها بدك نعها. في مشكلة؟ مش إيكوال. يعني هذول ناس داخل المجموعة ها؟ هذول في مزبوط. هاي هلا سب تايب منها معناته جزء من هذول، وهاي سب تايب منها معناته جزء من هذول، فالـ A والـ B جزء من هذول وجزء من هذول. مزبوط؟ هاي عطيتك مثال مزبوط. شو المشكلة؟ في قدرتك شيء؟ شو هو؟ الانتج اللي تحت سب تايب اللي فوق ممكن تكون دي، يعني ايش؟ ممكن تكون دي دي؟ يعني ها؟ ممكن تكون إلها. ليش دي؟ ليش؟ أنا أنا بنحكي على A B C. مش كونتراديكشن، يعني إنه إمبلايد، العلاقة بين C و A تكون إمبلايد. كيف يعني إمبلايد؟ يعني A سوري B سبتايب من A و C سبتايب من B. يعني already C subtype من A. by default C subtype من A. مزبوط هنا؟ هلا ليش انا انتم ما انتبهتولها؟ انا كنت متوقع لما ارسمها هيك تشوفيها. بس ليش؟ رسمتها زي بعض عشان اخربش. وين راس السهم؟ وين راس السهم؟ سيبوا خلص شيل اللي بينهم. طيب معناته هاي 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 السبعة حلفنا. هلا هاي ترى شو مشكلتها؟ حد غيرك، حد عارف يا جماعة. هلا في اشي بيقول انه A و B بجوز هاي كتب كتاب وهي شخص وهي انهيرتنس بينهم، صح؟ طيب بس ممكن يكون مش غلط، يعني ليس هناك ما يمنع. ما فلا بس مو غلط. فورم شو بتقول؟ ممنوع يكون إلك أكثر من أبو إلا هذول الأبوين في مكان ما بردوا يجتمعوا. بردوا يجتمعوا إنه أوكي أنا هاي ORM السبتايز من ORM هي أقوى أنواع صراحة وأدق، يعني أكثر إشي كلين في كل إشي. ها هلا هاي إلها أبوين ممنوع إلا في مكان ما بيكون بلتكم لازم يلتكم، لأنه إذا ما التكوش مش كمان فاكتور فيش خصائص مشتركة، قد يكون فيش خصائص مشتركة. فأغلب شو تكون باي ديفولت كل الأوبجيكت تايبس آر ماتشولي ديسجوينت. فيش كل لما تشوف او ار ام حتى لو شفت هون بيرسون وهون او امبلوي وستودنت غلط، يعني كيف غلط؟ يعني برضه يعني مش حكيش تعمل انها سي تقول عنها مثلا شيء بي اتش دي ستودنت زي مثلا ربطت من فوق بيرسون لو هي ممنوع حتى لو تنغرش بالمكتوب هون تنغرش انه باي ديفولت انهم هم ماتشولي اكسكلوسيف ماتشولي ذيس جوينت باي ديفولت كل الاوبجكت تايبس اللي في الرسم اللي بتشوفوها بالاور الا اذا كان اكسبليسيتلي سب تايب لينك سبير. تمام هاي كلنا؟ انس هاي مشكلتها انه انت قاعد بتقول انه يا بده يلعب الرول ار 1 يا ار 3 بس انت مجبر دائما يلعب ار 1. اها فاهمينها؟ شو كمل يا هو اصلا بده يلعب ده يكون في ايه فهو مجبور يلعب اصلا. قطعهم دايما فيش داعي يعني في عنده واحد من الرولز مش راح يوصل له هو بيوصل له ار3 مش واحد من الرولز ار3 عمره ما يوصل له ار3 ايوه ليش اللي تحت عمره ما يوصل له. طيب هاي مين؟ يلا تشبه هذيك شوي انه بس هون مضطر يلعب رول ار1 مضطر يلعب رول ار3 ومضطر انه ما يلعبش الدنيا هيك بقدرش العب هيك هو ما بيلعبش هيك 100% بيلعبش هو 100% بيلعبش مش رح يلعب لا شيء بس برضه مضطر هنا
هاي مش عايش ليه مش عايش ليه أول إشي في مشكلة في الصف تابع أول إشي في مشكلة في الصف تابع أنت مجبره يا هاي يا هاي يا هاي بعدين تحكي له إنها بي تاخذ من اللي فوق مع إنه فيه مش فيها مشكلة شي هن أول إشي في الصف تابع وتاني إشي في طب أسألك سؤال شو اللي مش حيل تعب؟ إيه؟ شو اللي مش حيل تعب؟ R3 R5 ليش؟ منى إذا موافقة ليش؟ R5 طلعوا كل بيز هم استفسد من إيه مزبوط؟ وكان هم موجوداتكم ما هو أصلاً لازم يكون موجود هون كيف ما يكون موجود هون؟ معناته لازم يلعب إيش؟ R1 وكان هاي كونكتد هون يعني إذا بيلعب R1 ممنوع يلعب R3 ممنوع يلعب R3 و R5 فضحات؟ طيب نأخذ الفريكوانسي كونسترات بسرعة هلأ هاي to indicate that each entry in the fact column must occur there exactly in times هلا هاي شو معناها في عنا سيتي ودرايف كايند وفي عنا كوين سيتي زي LA اللي هي لوس أنجلوس أو طوكيو بعدين بعرفش هي تصير لها شو إف وإيش وإي وتي بدو بتعرف على شو هلا يعني شحنة خصوصي أمور يجوز بيت من دايون ولي كوين هلا أنا شو بدي أقول هيك هذا نوع كونستنت من تعلق طلع ما احلى بدي اقول لك في هاي انت لا مجبور تلعب ثلاث يعني هاي لازم تظهر ثلاث مرات لازم تظهر في البوبوليشن هون لما هاي لما تظهر بدها تظهر ثلاث مرات يعني لما اشوفها هون لازم اشوفها ثلاث مرات ثلاث مرات اكزاكتلي ثلاث ممنوع اربعة ممنوع واحد ممنوع اثنين ممنوع اذا ظهر اذا ظهر اذا ما ظهرتش مش مهم اذا نال ما دخلش هذا مش نال ساعتها بدها هون ما نديرها كونسترين نال اشي ثاني بس اذا ظهرت لازم تظهر كذا مرة يا ناس ثلاث مرات هاي اذا ظهرت كذا لازم تظهر مرة مرة مرتين لانه عدد تو سيتي صار كل سيتي بده كله ثلاث مرات بتكرر كمان هلا شو يعني تظهر ثلاث مرات زي زي مثلا بدي اقول انه افرض بدنا نسجل واحد شخص يا ايده اليمين وايده الشمال لازم يسجلنا الثنتين هلا عشان تسجل لما تيجي تسجل دائما لازم تسجل الثنتين مع بعض بصيرش يبكي واحد بكاله ايد واحد هذا معناته انه لازم يظهر هون مرتين هون بهذا المثال لازم يظهر ثلاث معناته كل مدينه الها هاز كوبس اوف درايف كار هاي لازم كانت ثنتين هيك معنى الكونسترين بمعنى اكثر لاحظوا اذا كانت واحد شو معناها اذا حطينا هون واحد مانداتوري مانداتوري مزبوط؟ لا يونيكنس 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 ولا مانداتوري؟ يونيكنس يونيكنس أن مانداتوري لا واحد لا ما فيش مانداتوري هي بتظهر يا بتظهرش يعني لازم تكون مرة واحدة بس اسمعوا اسمعوا أنس إيش أنس؟ أنت بتقول يا بتظهر يا بتظهرش وإن ظهرت بس مرة واحدة إن ظهرت بس إذا ظهرت بظهر مرة إذا ظهرت لا إذا ظهرت لازم تظهر مرة واحدة فهاي لما أحط هون واحدة شو يعني إذا أحط يونيكنس وكأن حطيت هون واحد هاي أتموست كديه هاي إكزاكتلي لا أتموست ون أند ون يعني يعني هلا هاي ثلاث فبالضبط هيك معناها if n is equal 1 معناته يونيكنس بقدر اقول هذول الاثنين مع بعض
لازم يعني ثلاث مرات. يعني معناته كل مدينة مع السنة يعني لك في المدينة كل سنة لازم يضلها درايف كايند. ها فهمتوا علي؟ هلا بقدر أقول أشياء أكثر. شوفوا هاي قلنا في عنا إكسبرت إكسبرت إلو نيم وإز أون بانل يعني موجود بعرف شو زي جمعية مش جمعية سوري في بورد اللي بقعدوا على هذول في الديسكشن بانل مثلا بقعدوا بيكون في بانل في لجنة كده. هلا كل إكسبرت بيعمل رفيري لا قديش ارتكل يعني بيعمل ريفيو لقديه لعدد معين من الارتكل بيحكم ها بحكم تحكيم بحكم بحكم يعني كل واحد موجود في في لجان وهي وكمان كل واحد عضو في لجان في لجنه وكانه وكمان بحكم. هلا هون حطينا من 4 to 7 شو معناها انه كل لجنه تتكون او في انكلودز يا يعني اربع خبراء او 7 بتوين 4 to 7 بتوين 4 to 7 بتوين يعني 4 و5 و6 او 7 تزبط 4 بتزبط 5 بتزبط 6 بتزبط 7 ممنوع اكثر ممنوع اكثر. هلا هاي شو بتكون هاي بدنا منى فهمنا واحد منها نبدك اياها ما كنتيش معاي ناسي. هلا هاي كونسترينت بتقول انه هاي فريكونسي بنسميه فريكونسي كونسترينت انه كل بانل ماست يعني اذا 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 يعني اذا اذا موجوده لما نحطها في البوبيوليشن هون يعني نحط البوبيوليشن تبعها انه لازم يكون لها كذا عضو منى شو يعني بزبط 5 أعضاء 6 7 3 لا هاي يا منى بالعكس هاي يا منى 5 أكمل بالعكس يعني كل شخص ممكن يكون عضو بين 4 to 7 أنا شكرا أنا غلطت ما فيش كونستريت على عدد الأعضاء اللي هو أنا غلطت بس تسجيل عشان بعيد امحى مزبوط هاي معناها كمان مره يا تامينه يا ديما قلنا ان كل شو معنى هذا كل اكسبرت لازم يكون عضو بعدد لجان بتراوح بين 4 to 7 كل عضو كل عضو مش كل لجنه كل عضو ما هو ليش لانه تخيل هون البوبيوليشن ها أنه هو اللي بده يتكرر؟ البنل هلا بدنا نطلع على التكرار تبع البنل، ما دام هاي هون بدنا نطلع على التكرار تاع البنل. هاي مسموح لها تظهر يا 4 مرات يا 7 مرات، نفس الاسم اللجنة. معناته تظهر هي بدها تتكرر لمية؟ الأشخاص. بدها تتكرر لمية؟ اسمح لي يكون من 4 to 7 بدها تتكرر لاشخاص فهاي بدها تتكرر لقديش شخص؟ 4 to 7 والتالي ممنوع الشخص يكون 4 لا يظهر لا هو لا لا مفهوم سلام يعني ممكن انا يظهر اسمي يلا يا ناس الشريحان انت مش معانا ممكن اسمي يظهر 100 مرة بس بلجان مختلفة تماما لا تل... لا تل... ممكن اسمك يظهر 100 مرة بس بلجان مختلفة بس لا يتعدى لو بس في شرط عدد اللجان يتكرر بين 4 to 7 مرات اسمك بتكرر فيش مشكله شو هاي معناها انا اللي ممنوع كديش مسموح لي اشارك ولا اللجنه كديش فيها واحد لا اللجنه كديش فيها واحد انت مسموح لك تشارك في مكسب 7 لجان لا يا اخي لا اللجنة ممنوع يكون فيها أكثر من 4 to 7 على بعض النقاش بس معي أنا مع بعض اللجنة ممنوع يكون فيها أكثر من 4 to 7 يعني ما بتتكرر لو بين 4 to 7 ما هي بتتكررش اللجنة إلا يا 4 يا 5 يا 6 يا 7 بالضبط وبدها تكون يونيك ممنوع الواحد يقول أنا في اللجنة هاي وأنا في اللجنة هاي ممنوع مش معكم يا 4 يا 5 يا 6 يا 7 بيكونوا في اللجنة الواحدة لا ما هي واضحة واضحة معلش معلش كمل استكملت أنا كمل كمل يا أنا كمل
خلصت بدي نقاش خلصت لا كمل بس انا ممكن اكون عضو في لجنة الف باء وجيم ودال وها واتكلم 100 مره ثاني اسم اذا وين كوستريا على عدد على لا اسم اللجنة على لجان قديش على يعني السؤال ليش لا تتكرر الا 4 أو 7 مرات فقط مش خلاص كرروا مليون مره مش مشكله يعني احنا هون نحدد قديش واحد قديش واحد مسموح له يشارك في لجنه ولا قديش عدد اعضاء اللجنه عدد اعضاء اللجنه ايه انا باكي صح معناها صح انا باكي صح ناس شكلك كريت اللي هون معلش تاخذي ملاحظه شكلك كريت اللي هون غلط وانا غلط وانا مش هي كمان خبشتني يعني انا بس لي احط بلشت احط معلش تذكري لي انه سلايد 37 عشان انا ريفايز هاي طيب هاي منى بيبر اسمه يعني لازم يراجعها من 1 ل 5 يعني هاي 1 ل 5 لا هاي على يراجعها مش تتراجع يراجعها فهم علي؟ نعم لا تطلعيش هاي طلعي بس هاي طيب هيدا هاي معناها كري هاي شيء هي شو مكتوب هون اكبر او يساوي كذا اكبر او يساوي يعني مرتين يعني هاي هون بتكرر اسم اسم الاكسبرت وهون بتكرر شو البيبر هلا لما يتكرر البيبر كده مش احنا نكرر البيبر مره مرة على الاقل اثنين على الاقل اثنين شو معناتها كله بيبر لازم يراجع البيبر لازم هاي البيبر اقل يراجع البيبر لا يا انه على الاقل اثنين بدهم يراجعوا البيبر لا يا كل بيبر لازم تتراجع من قبل اثنين على الاقل نفس الشيء كل بيبر بكلها على الاقل مراجعين انا اليوم شكلي حرام وحبيت كل بيبر لازم يراجع اثنين او اقل هلا او اكثر او اكثر هذا اوكي اللي حكيته صح بس انا اللي حكيته يعني سيكونس تبعه صح نفسه 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 كل بيبر نفسه عليه نفسه 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 كل نفسه كل نفسه نفسه كل بيبر نفسه 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 صح هو كأنه بيعرضها من وجهة نظر البيبر مش مهم لا 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 مش مهم مش مهم نفسي وانت شو قلت أناس وانت شو قلت أناس كل بيبر على كل لازم كلها مراجعين اثنين لا كل بيبر لازم يرجع على كل اثنين شو القوة كل بيبر لازم يرجع على كل اثنين نفس الشيء بس هو طيب هاي شو بدك يا منى يلا عاد يا منى زبطينا ان الواحد مسموح يراجع لحد 5 بيت الاكسبرت الاكسبرت مسموح يراجع لحد 5 بيت لحد لحد 5 يعني اكثر شيء ولا كل شيء اكثر شيء 5 شفتوا هاي الامثله لا شوي اوه خلصنا احنا مخوفه يلا يلا معلش ما بقدرش انا اوقف لانه في تسجيل بس اشوف شو وصلنا هاي خلصنا سؤال خلينا ناخذ سؤالين ايوه يا بس ترجع للسؤال هذا ما صعب ليش مش قصده انه كل بيبر لازم تتراجع على الاقل مره مش تتراجع على كل مرتين قصدها يكون بجوز نفس الشخص شوي شوي ايش قلتي البيبر مرتين تتراجع مش شخص اللي راجع البيبر مرتين البيبر تتراجع مرتين صح بغض النظر مين بغض النظر مين صح بجوز حتى نفس الشخص على فكره هذا دقيق اكثر الكلام ايوه انا حكيت مش شخصيا على الاقل راجع البيبر هون الكلام معقول ما هو نفس المعنى بس نفس الشخص شوف لحظه شوي شو اللي بيمنع معلش بهذا الكونستريت مزبوط بس شو اللي بيمنع انه شو اللي بيمنع انه يبقى شخص ثاني انا عم تقول مزبوط طلع طلع هاي بتكون كل بيبر لازم تظهر هون مرتين يعني لازم تراجع مرتين بجوز يراجعها شخصين بجوز نفس الشخص يراجعها مرتين بس اللي بيمنع بس عشان نمنع انه نفس الشخص يراجعها مرتين نحط انه هو مع بعض هذا الكونستريت شو المقصود بأكبر أو أقل اثنين؟ إنه على الأقل اثنين. يا اثنين تتراجع مرتين أو أكثر. هاي بتقول إنه تتراجع الأرتيكل مرتين أو أكثر. إذا تراجع. يعني تتراجع مرتين أو أكثر. بتشمل حالة إنه تتراجعش من مرة.
طب الخمسه ايش؟ لا ما عندته لهذا. الخمسه بتقول انه كل واحد كل اكسبير لازم يراجع على خمس مرات. خمس مرات بجوز طبعا خمس مرات من الارتكلز بجوز نفس الارتكل يراجع خمسه. يعني هو يراجع نفس الارتكل خمس مرات. يعني الارتكل الشخص نفسه بيراجع نفس الارتكل خمس مرات. هلا بس كيف نمنع انها تبقى نفس الارتكل كل مره؟ بهذا اليونت ديسكس. خلاص في اي سؤال؟ ها انا ذكرت اللي ذكرت عليه شطرت انا كل شويه وحكى انه شخصين على الاقل لازم يرجعوا البيبر. اها هو الاصح انه يحكي لكل بيبر لازم ترجع مرتين على الاقل. تراجع مرتين على الاقل بغض النظر مين. صح يعطيكم العافيه. الله يعافيك.